رؤية ستة وبسيط لما فتح الخروف واحد من الختوم السبعة وسمعت واحد من الأربع حيوانات وهو بيقول زي صوت رعد يلا وبص فبصيت وكان فيه فرس أبيض واللي قاعد عليه معاه قوس وتعطى إكليل وخرج غالب عشان يغلب ولما فتح الختم التاني سمعت الحيوان التاني وهو بيقول يلا وبص فخرج فرس تاني أحمر واللي قاعد عليه اتعطى انه يشد السلام من الارض وانهم يقتلوا بعض واتعطى سيف عظيم ولما فتح الختم التالت سمعت الحيوان التالت وهو بيقول يلا وبص فبصيت وكان فيه فرس اسود واللي قاعد عليه معاه ميزان في ايده وسمعت صوت في وسط الاربع حيوانات وهو بيقول كيلة قمح بدينار وتلت كيلات شعير بدينار واما الزيت والخمرة فما تضرهمش ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع وهو بيقول يلا وبص فبصيت وكان فيه فرس اخضر واللي قاعد عليه اسمه الموت والهوية ماشية وراه وتعاطوا سلطان على ربع الارض انهم يقتلوا بالسيف والجوع والموت وبوحوش الارض ولما فتح الختم الخامس شفت تحت المسبح نفوس اللي اتقتلوا عشان خاطر كلمة الله وعشان خاطر الشهادة اللي كانت عندهم وصرخوا بصوت عظيم وهم بيقولوا لحد امتى يا سيد يا قدوس ويا حق ما تحكمش وتنتقم للدم بتاعنا من اللي ساكنين على الارض فتعطوا كل واحد هدوم بيضة وتقال لهم يستريحوا زمن قليل كمان لحد ما يكمل العبيد زمايلهم واخواتهم كمان اللي راح يتقتلوا زيهم وبسيط لما فتح الختم السادس وكان فيه زلزال عظيمة حصلت والشمس بقت سودة زي توب من شعر المعيز والقمر بقى زي الدم ونجوم السماء وقعت للأرض زي ما بترمي شجرة التين اللي بيقع منها لو هزتها ريح عظيمة والسماء اتطوت زي لفة ورق ملفوفة وكل جبل وجزيرة اتزحزحوا من مكانهم وملوك الأرض والعظمة والأغنية والأمرة والجامدين وكل عبد وكل حر خافوا نفسهم في المغارات وفي صخور الجبال وهم بيقولوا للجبال والصخور اقعي علينا واخفينا عن وش اللي قاعد على العرش وعن زعل الخروف لانه جه يوم زعله العظيم ومين يقدر يقف.